مرحبا، شلونكم؟ شاعتكم كلتكم بخير وصحة وعافية. اليوم وصفتنا كلش سهلة وبسيطة وموجودة المكونات بكل بيت. اليوم راح نسوي كرواسون محشية بالجوز وبياض البيض. هشوفكم واحدة منها. أول شي الجوز عندنا، الجوز راح نسوي له اختبار، نشوف الجوز جديد لو قديم. وأبو المحل سألني قال لي تأخذين الجوز للأكل ولا للحلويات؟ قلت له للأكل، لأن أنا أخذه أكسره وأنطيه للمدرسة البنات، يعني أخلي لهم باللانش بوكس يأكلوا بالمدرسة. قال لي هذا أفضل للأكل، أما إذا تأخذين للحلويات أخذي المكسر، إذا للأكل هذا أفضل. قال لي ان هذاك معرض للهواء وللتلوث اكثر ما معرض هذا. هذا قال انتم تكسروا بيتكم بالبيت انظف واحسن. اخذته. تعالوا راح نسوي الاختبار للجوز، شوفوا طريقة الاختبار. اليوم راح اعلمكم شلون نختبر الجوز اذا كان جديد واذا كان قديم. نختبر الجوز بالماء المغلي، انا مخليه جدر على النار وعيغلي. راح ايش اسوي؟ اذب الجوز ونتركه مدة 5 دقائق. شوفوا شكل الجوز بعد ما تركناه 5 دقائق بالماي. راح نتركه لحد ما يبرد نبدي نكسره. هذا الماي الجوز تشوفوا صار لونه لون الجوز. هذا ياخذوا يمسحون به الاخشاب، مثلا البواب، الكنتور، الارضية، يمسحون به هذا الماي. وقسم ياخذوا يستخدمون للشعر، انا مود الشعر يصير لونه على اشقار هيك شيء، بس انا ما اعرف مالت الشعر، بس مالت البواب لا، الكل تحكي عليها ومجربيها. راح نشوف الجوز شلون راح يطلع شكله. هذا الجوز كلش نظيف، وهذا الجوز مال هاي السنة الجديد اللي يقولون عليه، مثلا إذا نعرف إذا قديم يبين إذا قديم وإذا جديد يبين. شوفوا شقد حلو طلع، أبيض شكله كلش حلو. راح نكمل الباقي. خلصت الجوز تكسيره، هاي الكمية طلعت لنا. نثرم الجوز بهاي الطريقة. خلصنا ثرم الجوز بهذا الشكل، نريد بهذا الحجم كلش كافي. بس راح نبدي نسوي عجينة الجوز، تابعوني. راح نبدي نسوي العجينة. عندنا 150 جرام زبد، شكر 100 بهذا المقدار، الكلاص الشاي، رشة ملح، نضيف بيضتين، نضيف كريمة حامضة أو حلوة
واذا ما عندكم كريمه جبن يصير، اي نوع من الكريمه، واذا ماكو كريمه جبن. نبدأ نعجنها. نضيف أول غلاس من الطحين، نضيف ثاني غلاس من الطحين. هذا الطحين منخول ومترك على صفحة، لازم ينخل الطحين. وعندنا نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة كوب، راح نضيف الكلاس الثالث من الطحين. أنا أضيف بالتدريج الطحين لأن أكو بعض أمرار الطحين يحب ماي، أكو طحين ما يحب ماي، يعني كوبين يكافي، وأكو لا 3 كواب. هسه راح أبدي أعجنها ونشوف تحتاج بعض الطحين لو ما تحتاج. العجينة بعد تحتاج ليلى طحين، جبنا نص كلاس طحين، راح نضيفه بالتدريج ما نضيفه كله. ضفت النص قلاص الطحين، يعني اخذت من عندنا هاي العجينه 3 قلاصات ونص طحين. هسه راح نتركها ترتاح لمده 5 دقائق ومن بعدها نرجع نشتغل بيها. راح نتركها. نبدي نسوي عجينه الجوز. عندنا بياض بيضه، فصلنا البياض عن الصفار. الصفار نحتاجه لدهن الوجه، راح نتركه بصفحه. ونضيف 150 جرام سكر مطحون، نخلط ونضيف فانيلا زرف واخلط هاي المواد. ابدي اضيف الجوز بالتدريج، راح نعمله على قسمين. نضيف قسم ثاني. ساعدنا كملت عجينة الجوز، راح نبدي نحشيها. انت العجينة الى قسمين، ابدي راح اشتغل بالاولى، الثانية راح نتركها ترتاح. ابدي اقطعها على مثلثات. ابدي اضيف الحشوة بهاي الشكل.
دهناها بالصفارة البيضة. هسا راح ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 أول مرة الأسفل وبعدين الأعلى لمدة 25 دقيقة. ووصفتنا صارت جاهزة، راح نتركها لحد ما تبرد من بعدها نرجع لها. يرش عليها الشكر بودرة هذا الشكل، نزين بشكر البودرة وهذه وصفتنا اليوم، كانت كلش سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة بكل بيت. إذا عجبتكم لايك وتعليق حلو مثلكم، إذا أنتم ما مشتركين بقناتنا اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يصلكم فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله. أترككم في أمان الله، مع السلامة.